يطلب مثلا يسيق يدير الماء يدير الصابون في الماء ليزيس ولا لومو ولا واش عنده يدير الصنيب ويدير واش عنده يسيق يتم خلاص يعاود يديرو حمام ينيطواي يخرج الماء خلاص من بعد باش يجي الجافيل والجافيل ما يتلاحش في البيدون ويتسيه على الارض فهمت الجافيل نبريباريوه دوك فهمتكم لا بريباراسيون كيفاه نبريباريوه ونشفوا نعمروا النشافه ونعاودوا نشفوا الارض كيتنشف برك النشافه ما يتسيقش اذا كان ديري كيف راك ديري انت الماء في لي زيرجونس هنا قولي لنا كيف راك تخدمي قداش ديالي؟ قداش هكا؟ تفرغي هكا من القرعة، ما على بالكش بالكمية قداش؟ ما على بالكش قداش؟ ما على بالكش 100 200 300 ما على بالكش فوالا هي عادي عادي قولي نورمال موش نلومو فيك قولي لنا واش راكي تخدمي باش تفهمي الغلطة وين أي الناس كل تغلطك حتى في الديار الناس كلهم يزلوا الناس كلهم غالطين هكا أنا قاعد نفهم فيك واش لازم دير الصح أروح وساعات نقرا أنا في الميسوان ونضرب القرعة هكا ونسير تفرغي هيك في الارض ديالك ما تسيقش الجبل وحده تسمى تفرغي وتجبدي هو الصوبال هذاك وخدينا فيه على غير شيء هذاك هذاك وراح هذاك وراح وكما درتي كما عقمتي حتى حاجه هو درتيه غلط درتيه وحده كاين حتى الريسك عليك انت وعلى الناس اللي يخدموا هنا كامل قادر واحد يدير له لازم من الجبل هذاك اذا كان ديري فيه واش ريحته هو البرودوي تاعو قادر يدير لك هو ازمه في التنفس قادر هو يضر اكثر من كورونا فهمتي ولا قادر هو يضر اكثر من الفيروس تاع كورونا قادر الناس هادو يكون واحد عنده الرجي منه يدير شوط قادر حتى يموت بعد قادر يوصل يموت بعد من الجافيل هذا قادر اذا كان ديري فيه على يدك الناس كل يتغسل في يديها في الجافيل واش يدير على الجافيل واش يدير الجافيل على اليد اول حاجه يدير ليكزيما يدير امراض جلديه من بين هذه ليكزيما كونتاكت دوكا مجموعه السبيطار كل محروقين يدير هادو كل بعد راح يديروا لنا مرض بروفيسيونيل يوليو عند ميدسان دو ترافال ومشاكل اي مشاكل كبيره هادو جد. حاجه ثانيه يضعف الجلد هذا تاع اليد هذا خاصه تاع اليد هو اول واحد في الجهاز تاع المناعه اول جندي في الجهاز تاع المناعه تاعنا هو الجلد باش نفهم نهضر لكم باللغه تاعكم انتم باش تفهموا الطبيبه تاعهم على العصر او على بال هذا كيكون مسخ بعد اليد كتكون مسخه بعد ومسح ما فيها جرح ما فيها حتى حاجه خير من يد مغسوله بالجافيل باش تفهموا مليح كي نغسل انا يدي بالجافيل الجافيل يضعف هذه البشره هذه تاعي ليبيديرم هذه لاكوش اللي تاعنا الفوقانيه يضعفها الجافيل يخلق فيها فتحات يخلق فيها مسامات ما نشوفوهمش حنا بالعين بصح الفيروس يشوفهم الميكروب يشوفهم كي تحط الميكروب في يدي من كرسي انا جالس واحد مثلا دوك المريض هذا اللي يدخل لهنا اذا كان هو عنده الفيروس هذا كاش ما عندوش الاعراض كي نجلس انا الكرسي هذا هو كان هنا الفيروس هذا راح يفوت عند يدي هذه اللي كنت نجلس فيها بالجافيل يلقى الفتحات هذوك يدخل ديريكت داخل الجسم تاعي تسمى انا عاونت الفيروس هذا بالجافيل هذا عاونته باش يدخل عندي بينما كي تكون يدي كاش مسخه ماهيش مغسوله ونجلس انا نهز الفيروس هذا تاع كورونا بعد يقعد في يدي 10 دقائق هو يحاول باش يخترق لابو ما يخترقهاش بعد 10 دقائق يموت في اليد فوت عليه 10 دقائق يموت وحده كاش ما غسلتش يدي خلاص واذا فقت فوت ليه غسلت يديا خلاص تم الموضوع اذا غسلت يديا بالصابون راح الفيروس فاهمين ما الحاجه الاولى ممنوع من عن باتا واحد يغسل يديه بالجافيل في جميع الحالات تغسلش خلاص يديك بالجافيل هذه نساوها نحيوها من راسك الجافيل ما يغسلش او ما يغسلش الجافيل وخاطي تغسل في الدار ولا هنا ولا في اي بلاصه الجافيل ما يغسلش الحاجه الثانيه ممنوع واحد يستعمل جافيل هكا وحده من القرعه هذا انتردي في العالم كله جافيل ما يستعملش كما قلتي ديريكت من القرعه تاعك اي قرعه تشريها تاع الجافيل لازم لها تخفيف بالماء ومن بعد تستعملها التخفيف بالماء هذا ماهوش تلوحي في شويه كما كنت تقول تخفيف بالماء على حساب الدرجه تاع الجافيل كاين زيت القرعه على حساب الدرجه تاع الجافيل كل كي تقراوه الجافيل كل كي تشريو الجافيل وراه تلقاو هنا فوق الكتيبه مكتوبه الدرجه تاعو هاي التركيز تاعو كيما هذا 13 هاك هذا 13 كاين 8 كاين 12 13 تقريبا كيف كيف نفس التركيز كاين 24 وكاين 32 حنا الاكثر استعمالا هو 8 و 12 هذو هما اللي كاينين هنا في السبيطار وكاينين في الديار وفي كل بلاصه 12 هذا من المفروض ما يتباعش للشعب برا هذا من المفروض 12 و 24 و 32 من المفروض يتباع غير المؤسسات السبيطارات الشطوات البلديه الشعب يشري في 32 يستعملوا فيه في الدار بيور هذا بالك كاتاستروف ما عندها نظر 32 كيما لاسيت شغل لاسيت تاع الباطري حطيته على يدك ديريكت البيدون الكبير هذاك هذاك 32 وكارثه هذا 12 دوغري هذا كيفاه نستعملوه نذوبوه في 6 اطرات ماء اطره تاع جافيل في 6 اطرات ماء هذا كيكون 12 درجه ولا 13 درجه كيكون 8 درجات يعني خفيف على هذا نزيدوا له 4 اطرات ماء اطرا تاع جافيل نزيدوا هذا واش قلت انا للشعب برا قلت لهم اطرا في 4 اطرات ماء على اساس انه من المفروض الجافيل الوحيد اللي يتباع برا للشعب هو 8 درجات
فوق 8 درجات هذا خاص تاع المؤسسات تاع السبيطارات تاع الشطوات تاع حوايج اخرى. خاطي تاع مثلا الكاميو تاع لي بومبي، الكاميو الكبير تاع لي بومبي يهز 40 فيطره ولا هذاك دا يديروا له، يديروا له 4 قرا 4 قرا في الدار. 30% كاين فيهم كل هذا بعد فيطره. في الدار تلقى واحد ساعات وزوز قرا قادر يستعملهم في فرد النهار. هذه الغلطه الكبيره خلاص، هذه كارثه، هذه غلطه كبيره. تسمى الجبل قلنا واحد ما يستعملوا على يده، حاجه الاولى نهائي. واحد ما يستعملوا كثير، واحد ما يستعملوا كيما راهم القرعه سي انتردي في الدار ولا في الخدمه ولا في اي بلاصه. واحد ما يسيق به الجافيل، موش تاع التسياق تسيقش به الماء اللي تحيط به الجافيل، ما تسيحيش كون ضربي بالباليه هاك تضرب يروح يروح بلاصه يسمو صاي وما دار والو. هذاك الجافيل راح فرات وما عقب حتى حاجه. تسمى واش ديري للجافيل؟ الجافيل قلنا بريباريو لا سوليسيون. هذا كان تيجي للخدمه الصباح تهزي القرعه مثلا في زيرجونس تستعملي بزاف، كاين الغشي بزاف يمشي، راح تستعملي الجافيل مرارا. معناها نورمالمون كل يوم ديتي شويه وقت تحرك الغشي تعاودي تمسح، تحرك الغشي تعاودي تمسح، وما تمسحيش مره في النهار ولا الصباح مره ولا العشيه مره. كل يوم ما قاسوا العباد البير وقاسوا الكرسي وقاسوا البيبان وقاسوا الاخر تعاودي تمسح. معناها انت راح تستعملي بزاف. كي تدخلي الصباح بعد تهزي طرا كيما هذه ديريكتومون تزيدي لها 6 اطرات تاع الماء، هذا 12 درجه تزيدي له 6 اطرات تاع الماء. فهمت؟ معناها تكون عندك 7 اطرات ماء واجد بالجافيل. هذاك هو اللي تستعمليه برك، ما تزيديش تحلي من قرعه واحده اخرى، حتى يفضلوا 7 اطرات هذوك. هذوك كيف واش ديري بهم؟ كي تسيق يقول لك تكملي خلاص تعمري النشافه بلا سوليسيون هذه اللي بريباريناها، وتعاودي تنشفي السيرفيس وتخليه شي حكاك واحد، هذيك هي لا ديزانفيكسيون الصح. ودوك يجيبوا لكم لي طورشون اللي قلت للمدير دوك يشري لكم هذوك كيما تاع الكوزين لي طورشون هذوك، كيجيبوا لكم رولوات ولا تستعملي اي كتانه ولا بونج ولا باش ما تديروش لاكاز، خاطرش لاكاز غاليه بزاف لي طورشون. ممكن تجيب لنا لي طورشون هذوك تظلي تبلي ليهم طول بلا سوليسيون هذه نفسها وتمسحي بهم الاسطح كامل. بيرو لي بواني هذا تاع الخزان اللي يتحل، العين سيرتو العين، العين بيبان تاعكم لي كونتاكت اي بلاصه تقيسوها كامل تعاود تمسح بالجافيل. هذه هي الاستعمال تاع الجافيل على ديزانفيكسيون تاع الاسطح. كي يكون 8 درجات نزيدوا له 4 اطرات ماء. هذوك نخلي لكم ليزافيش من هنا عندكم. كي يكون 8 درجات نزيدوا له 4 اطرات ماء، ما نزيدولوش 6. كي يكون كثر 32 هذاك ما تحوسوش عليه، هذاك حنا نخدموا به حنا في بلاصه اخرى. هذاك 32 ما يستعملش فاصله، نديرو به الشاطو دو ولا ديزانفيكسيون تاع السبيطار كامل. تو يشري فيه الشاب يدير فيه في دارو هذا المشكل. شفاو مليح باللي الجافيل وفيه الريسك نتاع يدير لك مرض في الجلد، قادر يدير لك لا قدر الله كونسير، سي ان فاكتور كونسيروجين. معناها العبد يخدم في السبيطار يستعمل في الجافيل طول، وفي الدار يستعمل في الجافيل طول على طوال، قادر يدير لك كونسير في الجلد، وقادر يدير لك مرض في الجهاز التنفسي، يدير لك ديتريس ريسبيراتوار. كشومبرا صغيره مثلا كيما الشومبرا تاع الطبيبات ولا الشومبرا تاعك نتاع الفرامله ولا، لو كان تعمريها تيب الجافيل من القرعه ديريكت كيما تقولي، ويتقفل لك الباب يدخل واحد ثم يرقد ثم ولا يدخل مشوار يصلي، قادر يتحيد يدخل، قادر يدير لازم، قادر يدير كريز دازم، قادر واحد عنده حساسيه يدير كريز دازم من الجافيل. مادام ما تزيدش دير الجافيل وحده خلاص. قرعه اطرات تاع ماء تخلطها في 6 اطرات حتى تفض، كي تفض عاود يحل قرعه واحده اخرى. اذا شتي بزاف ولا مثلا ما تستعملش الماء هذاك الكل، دير لي نص قرعه في 3 اطرات في نص الكميه، نص اطره في 3 اطرات، اطره في 6 اطرات. فاهمين؟ شكون اللي عنده كيستيون؟ تقريبا تاع 32 شحال كيفاش 32 ما تحوسيش عليه 32 هذاك يديروا في الشاطو تاع الماء، لازمك الشاطو، عندك الشاطو تاع الماء انت خلاص ما تحوسيش عليه، لازم الشاطو هذا هذا. اسمعي لا فورميل هذه، لا فورميل هذه تاع لا ديزانفيكسيون دي سيرفاس، معناها تاع الاسطح تاع باش نعقموا الارض ونعقموا الباب ونعقموا الطابله ونعقموا، هذو هما لي سيرفاس. كي نحبوا نعقموا الماء كي نعقموا الماء كامل كامل سيرفاس، الحاجه اللي تقيس عليه كامل. كي نحبوا نعقموا الماء اي حساب واحد اخر خلاص ماهوش حساب هذا. التعقيم تاع الماء مثلا يقول لك قطره، قطره تاع جافيل تندار في 20 اطره، في جيري كان تاع 20 اطره دير له قطره واحده تاع جافيل، ما تلوحش قرعه تاع الماء في السيتيرنا كيما يديروا عندنا في الديار، السيتيرنا تاع 600 اطره يلوح لها قرعه، وغلط هذا. شاطو دو، شاطو دو مثلا هذه 2 لتر هذه 2 دوغري هذه اطره واحده، هذه تعقد 15333 اطره تاع الماء. او الماء ماهوش كيما لا سيرفاس، ما تحتاج دوز قليله خلاص. مثلا باش نروحوا هذه تاعنا حنا تاع السبيطار تهز تقريبا 17000 ولا 18000 نديروا لها فرق قرعه، فرق قرعه اللي نديروها هنا، والمواطنين تلقى سيتيرنا تاعو 100 لتر ولا 200 ولا 2000 هذه لها زوج قرعه ثلاثه. انا قلت لك حنا 18000 لتر نديروا لها فرق قرعه، ونعاودوا من بعد ندوزيو حنا الماء، نعاودوا نهزوا ندوزيو الكلور اللي فيها، وعصبتي وعمي صارت عليا او يهزوا يدير اللابو ويدوزي نلقاوه كوريكت، نلقاوه 0.2 الكلور تاعو صحيح تاع الماء تاع لا باش عو هذه نورمال. معناها او ماهوش لازم الفكره اللي نحب نوصلها لكم، ماهوش كل ما زدت كونسونتري الجافيل كل ما كان افيكاس، العكس. هذه دوك الدراسات الاخرى تقول لك الجافيل هذا باش يتاكتيفا باش يقدر يخدم لازم يكون ديليجي، هذا لو كان تلوحوا على الميكروب ديالك ما يقتلهمش، هذا هك وحده كيكون كونسونتري ما يقتلش الاجابه، لازم يكون فيه لازم يكون ذايب في الماء
يذوب في الماء يتخلط في الماء مليح وتستعمله، وكما يتخلط في الماء ما يقتلش الميكروب. فاهم؟ سيرتو يديكم او دوك الفرام اللي ضربت عليهم كامل السبيطار كل يديهم مهلوكين او كل مهلوكين. اتونسيون واحد ما يزيد يدير جافيل، ما تغسلش خلاص بالجافيل، اغسلوا بالصابون ان شاء الله بليزيس تاع الماء خير من الجافيل. الجافيل ماهوش تاع الغسيل، ما جامي جامي يكون تاع الغسيل. فاهمين؟ الماء عادي، الماء عادي. شتي لا سوليسيون هذه بعد اللي عندك تقدري هي اللي ديري هادشي اللي بيها ولا تخلطيها في الماء هادشي اللي بيها، ولا عندك مثلا لي ريسيبيون هذوك اللي راكي تخدمي فيها، دير ريسيبيون راكي تخدمي فيها، ديري بتيت كونتيتي هنا شويه هنا، تقدري ديري مغلق قل من المغلق، مغلق واحد برك تقسمي شويه هنا شويه هنا، هذه تاع الصابون وفي الاخرى تاع باردون الصابون ما يتخلطش الجافيل، الصابون الجافيل ما يتخلطش، ما يتخلطش مع الصانيبو، ما يتخلطش مع الصابون، ما يتخلطش حتى مع حاجه، لا خل لا محزن. كاينه عائله في وين يا ربي؟ في مصر. عائله السمانه اللي فاتت في الصعيد تاع مصر ماتوا فيها اربعه، مات امراه وثلاثه بناتها من التخلط تاع الجافيل مع الخل. جابوا البواتن داروا التويزه لدارهم، لاحوا القراعي تاع الخل، لاحوا واحد ربع قراعي تاع جافيل، ربع ولا خمس قراعي تاع الخل، وبداوا ينيتوايي. واش صرا؟ صرا تفاعل بين الجافيل والخل، يديكاجي لو كلور. كلور 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 هذا غسام، هذا من الغاز المحرم دوليا، هم يستعملوه حتى في الحروب. غسام هذا الكلور هذا اللي ربي صدر حسين بكري الاكراد والاخر، هذا هو غاز الكلور، غاز السام هذا، هو تابع للاسلحه النوويه الكيميائيه المحرمه. كي خلطوا هما الجافيل مع الكلور صار تفاعل مع الخل، صار تفاعل بيناتهم، خرج غاز الكلور في دارهم وهي مقفوله وهما يخدموا، طاحوا داخل، جاو هزوهم ماتوا. مات امراه وثلاثه بناتها، قتلهم الجافيل والخل، تخلط تاع الجافيل والخل. انت اللي تخلط الجافيل ما عدا في الماء، رات الصابون بعد كي تحبي تسيكي، ما تلوحيلوش الجافيل. خلطي بالماء الصابون سيلكي بيه غسلي بيه الحيط غسلي بيه واش تحبي كي تكملي خلاص جيبي لا سوليسيون هذيك اللي بريباريناها خلطي ديري في النشافه وبليغون ما ديريش بيدك بليغون عاودي مسحي بيبان مسحي الارض مسحي البير مسحي واش تحبي كي تفض لا سوليسيون هذيك عاودي بريباري وحده اخرى فاهمين داكور هذه ليزافيش اللي تدور عندكم في لي شامبر ديال لي كاطاش شامبر داخلوها هنا هذه ديرها هنا الماء شويه الصابون تشري الماء انت تشري الماء ما عندكم هذا انت